بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فهذا الموضوع الذي سمعتم الإعلان عنه موضوع مهم، لأنه أصل دين وأساسه وقاعدته، فلا يصح تصح عبادة إلا إذا أسست على هذا الأصل وهو التوحيد. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين أي العبادة، مخلصين له الدين أي العبادة، مخلصين من الشرك على التوحيد. ولذلك أول ما يطالب الرسل أممهم بالتوحيد، كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالدعوة إلى الله عز وجل ترتكز على هذا الأصل، على التوحيد، ثم بعد ذلك تتجه إلى حقوق هذا التوحيد ومكملاته والنهي عن ضده ومنقصاته من سائر العبادات والشرائع، كلها تندرج تحت هذا الأصل، فهي حقوق للتوحيد. التوحيد هو أساس هذا الدين، وهو أول الحقوق التي فرضها الله على عباده. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه عشرة حقوق بدأها الله بحقه وهو التوحيد، وفي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أيضا بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد. فقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فالتوحيد هو أول الحقوق التي فرضها الله على عباده وأرسل به رسله. ودين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، والأمر بذلك والدعوة إليه. فأي دعوة
تبدأ بغير التوحيد أو لا تهتم بالتوحيد فهي دعوة فاشلة ولا نتيجة لها ومخالفة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. التوحيد هو أول شيء وآخر شيء يخرج به العبد من هذه الدنيا. في الحديث إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وهو أول ما يسأل عنه العالم يوم القيامة. فأول ما يسألون عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ هذه هي أهمية التوحيد. إذن ما هو التوحيد؟ ما هي حقيقته؟ التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو توحيد الألوهية، لأن التوحيد اسمان على سبيل الإجمال: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات. فالأول هو التوحيد الخبري، والثاني هو التوحيد الطلبي المطلوب من الناس. التوحيد ينقسم إلى قسمين من حيث الإجمال: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات. والحقيقة أن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، ولكن لما حصل الخلاف فيه من فرق الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سار على نهجهم في إنكار توحيد الأسماء والصفات أو تأويله، أفرده العلماء جعلوه قسما ثالثا، فقالوا: التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد التي شرعها لهم. توحيد الأسماء والصفات هو أن يسمى الله ويوصف بما سمى به ووصف به نفسه بكتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآيات التي تتحدث عن أفعال الله وقدرته وإرادته ومشيئته وربوبيته، هذه كلها في توحيد الربوبية. والآيات التي تتحدث عن عبادة الله وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه فهذه توحيد الألوهية. والآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته هذه في توحيد الأسماء والصفات. إذن فهذه الأقسام الثلاثة مأخوذة من القرآن العظيم للاستقراء، استقراء الآيات.
هناك فئة تنكر هذا التقسيم ويقولون التوحيد شيء واحد، التوحيد شيء واحد وتوحيد الربوبية. فمن أقر لله بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة وتصريف الأمور فهو مسلم. أن نقول هذا غلط، وليس هذا هو التوحيد المطلوب، هو توحيد لكنه ليس هو المطلوب. هذا أقر به المشركون، يعترفون بتوحيد الربوبية بآيات كثيرة، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والرسل لم تطلب من الناس أن يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لأنهم يقرون بذلك، ولأنهم لو أقروا بذلك واقتصروا عليه لم يدخلوا في الإسلام ولم ينجوا من النار. إنما التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية، توحيد العباد، وهو الذي حصلت الخصومة فيه بين الأنبياء وأممهم، وأكثر الخلق ينكرونه. فالمدار هو على توحيد الألوهية. فهذه أهميته، وهذه هي حقيقته. وإذا رجعت إلى كتب المتكلمين التي تدرس الآن في كثير من العالم الإسلامي تجدها تبحث في توحيد الربوبية، لا تخرج عنه، كلها في تقرير توحيد الربوبية، في توحيد المشركين، توحيد أبي جهل وأبي لهب، لا تخرج عن هذا، كلها في تقرير توحيد الربوبية، ولا يذكرون توحيد الألوهية ولو بإشارة يسيرة، إنما يقررون توحيد الربوبية في كتبهم العقائدية. وهذا سعي إلى نتيجة، لأنه موجود عند المشركين، كلهم يقرون به. إنما التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورتب عليه الجزاء للجنة أو النار، توحيد الألوهية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، أو تقول هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فالإله معناه المعبود المألوه، لا إله هذا نفي لجميع الآلهة التي يعبدها المشركون من أوله إلى آخره، إلا الله هذا هو إفراد الله بالعبادة. فهذه الكلمة العظيمة تسمى كلمة التوحيد، لأنها جمعت بين النفي والإثبات، نفي الألوهية الحقة عما سوى الله، وإثباتها لله وحده سبحانه وتعالى. كقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يكفر بالطاغوت
أي بجميع ما يعبد من دون الله، ويؤمن بالله أي يفرد الله جل وعلا بالعبادة. فقد استمسك بالعروة الوثقى هي كلمة التوحيد، لم يصام لها، والله سميع عليم. ثم قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم، لأنهم لم يكفروا بالطاغوت. من يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، هؤلاء لم يكفروا بالطاغوت، فيكون هو وليهم يوم القيامة، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أما من حقق معنى لا إله إلا الله قولاً وعملاً واعتقاداً أخرجه الله من الظلمات، من ظلمات الجهل والشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان والعقيدة الصحيحة. تتجلى أهمية التوحيد من هذا، أنه لا نجاة يوم القيامة ولا إيمان بالدنيا ولا عمل يصح بالدنيا إلا إذا كان مبنياً على التوحيد الخالص الذي لا يخالطه شرك. فهذا هو سبيل النجاة للخلق. فأهمية التوحيد عظيمة جدا، فلا يجوز تغاضي عنه وعن تعليمه وعن بيان والدعوة إليه دائما وابدا. ولا يقال الناس موحدون بفطرتهم وبيئتهم ولا حاجة إلى تعليمهم التوحيد كما يقوله المغرضون أو الجهال اليوم. نقول: المسلم بحاجة إلى تعلم التوحيد، ولو كان عالما فهو بحاجة إلى زيادة توثيق التوحيد في نفسه وفي عقيدته، لأنه قد يطرأ عليه شيء يظنه حقا وهو باطل، يجهل أشياء مهما بلغ من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلماء بحاجة إلى التوحيد، إلى الدعوة إلى التوحيد، العلماء بحاجة إلى الدعوة إلى التوحيد، فكيف بالجهال؟ قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، الكتاب العلم، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. سبحان الله، أهل الكتاب علماء يحتاجون إلى أن يدعوا إلى شهادة لا إله إلا الله. نعم، لأنهم واقعون وهم علماء، واقعون في الشرك وعبادة غير الله عز وجل. العلماء بحاجة إلى الدعوة إلى التوحيد، فكيف بالعوام؟ كيف بالعوام؟ الخليل عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده وأوذي في سبيل ذلك وعذب، قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. خاف على نفسه، وهو إمام الحنفاء، خاف على نفسه، فكيف لا نخاف نحن؟
الواجب على المسلم أن يهتم بالتوحيد دائما وأبدا، وأن لا يقول أنا وصلت إلى حد لا أحتاج بعده إلى زيادة في علم التوحيد. يخفى عليك أشياء كثيرة، فعليك أن تجتهد في معرفة التوحيد دائما وأبدا، تهتم به، تدعو إليه في محيطك ومن حولك، وأيضا تدعو إليه في كل ما أمكنك الدعوة فيه إلى التوحيد لأجل تثبيته في القلوب، ولأجل التحذير مما يضاده أو ينقصه. أو يخل به. والتوحيد له فضل عظيم، التوحيد له فضل عظيم، أعظم فضائله أنه ينجي من الشرك إلى عبادة الله له لا شريك له، فيجعلك تمشي على خط واضح، على نور من الله عز وجل. ويخرجك الله به من الظلمات إلى النور. ومن أعظم فضائله أنه يكفر الله بالسيئات التي دون الشرك، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، مرة ثالثة، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله هو حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، لم يوجبه عليه أحد، إنما هو جل وعلا أوجبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا. قال وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي الحديث أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم، لو أتيتني بغراب الأرض خطايا، يعني من الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بغرابها مغفرة. فالذنوب التي دون الشرك يرجى فيها أن يغفرها الله لصاحبها، وحتى لو عذب بها فإن مآله إلى الجنة، يخرج من النار ويدخل الجنة بتوحيدك. هذا فضل التوحيد، أنه إما أن يكفر الله به الخطايا التي دون الشرك ولا يعذب بها صاحبها، وإما أن يعذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار إلى الجنة بتوحيده، فضل التوحيد. فهو سبب النجاة من العذاب، وهو سبب المغفرة للذنوب. فهذا فضل التوحيد، وما يكفر ما يكفر الله به من الذنوب.
ومن حقق التوحيد من فضل التوحيد أن من حققه تحقيقا كاملا أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. الذي سبق هذا في من لم يحققه تحقيقا كاملا بل عنده شيء من النقص هذا عرضة للعذاب ولكنه تحت مغفرة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالتوحيد يكفر الله به الخطأ ويدخل صاحبه به الجنة إما من أول وهلة وإما بمروره بعد مروره على النار لتمحيصه وتخليصه من درن الذنوب. فهذا من أعظم فضائل التوحيد. وأما من حقق التوحيد ولم يقع منه ذنوب لم يقع منه ذنوب فضلا عن أن يقع منه شرك فهذا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذه درجة لا يصل إليها إلا السابقون المقربون. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي وليس معه أحد لم يتبعه أحد من قومه كلهم عصوا ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ما تبع إلا قليل كما قال الله جل وعلا في نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل. الرجل والرجلان ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه عليه الصلاة والسلام لأنه من أكثر الأنبياء أتباعا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل منزله فخاب الناس في أولئك 70 من هم حرصهم على الخير. قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ثم خرج رسول الله ذكروا أشياء ثم خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك يا عكاشة هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم الذين حققوا التوحيد. فالموحدون على قسمين، قسم الموحدون فقط لم يشركوا بالله شيئا أو أشركوا شركا خفيا أو أصغر وعندهم ذنوب
والنوع الثاني الراقي هم الذين حققوا التوحيد فلم يحصل منهم شرك أكبر ولا أصغر ولم يحصل منهم ذنوب ولا سيئات فهؤلاء حققوا التوحيد وهو منصب عالي لا يناله إلا السابقون المقربون على كل حال توحيده فضل عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك يجب أن يأخذ الصدارة في علوم المسلمين وفي مناهجهم وفي دروسهم وأن يكرروه على الطلاب وأن يدعو إليه يدعو الناس إليه دائما وابدا مع الدعوة إلى بقية أمور الدين لكن يبدأ بالتوحيد ويستدام الدعوة إلى التوحيد هذا أهمية التوحيد وفضل ما هو ضد التوحيد؟ ضد التوحيد هو الشرك بالله عز وجل يعني يدعو الله ويدعو غيره يعبد الله ويعبد معه غيره يخلط بين التوحيد والشرك فهذا عمله باطل عبادته لله يفسدها الشرك لأنه لم يخلص العبادة لله الله جل وعلا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ولا يقبل إلا الدين الخالص الذي لا يخالطه شرك فإن كان شركا أكبر فإن توحيده يبطل بذلك ولا يقبل الله منه عمل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال في الأنبياء الذين ذكرهم في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الأنبياء وحاشاهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون كيف بغيرهم الشرك الأكبر لا يصح معه عمل قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خالصاً لوجهه من الشرك صواباً على سنة رسوله خالياً من البدع والمحدثات هذا هو العمل الذي يقبله الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر وهو دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله كل هذا شرك أكبر لا يقبل الله معه عمل المشركون لهم أعمال يحجون ويعتمرون ويتصدقون لهم أعمال لكن لما كانوا مشركين لم تقبل منهم هذه الأعمال
وأما النوع الثاني فهو الشرك الأصغر، هو الذي جاءت الأدلة بوصفه لأنه شرك ولكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، فهذا لا يغفره الله، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا العموم يشمل الشرك الأكبر والأصغر، لكن صاحبه يعذب به بقدره ولا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. الشرك الأصغر خطير جدا، ألا يتهاون به ويقال هذا شرك أصغر، ولأنه أيضا يجر إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر نوعان، شرك بالأموال على الألسن مثل الحلف بغير الله، مثل الحلف بغير الله، مثل قول الله وأنت، لولا الله وأنت، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يجمع فيها بين الله وبين المخلوق بالعطف بالواو التي تقتضي التشريك، هذا شرك أصغر الألفاظ حتى لو لم ينوه، شرك أصغر الألفاظ. وشرك خفي ما هو ظاهر، وهو شرك الرياء الذي يكون في القلوب، وهذا يصدر من المؤمنين. أما الرياء الأكبر فهذا لا يصدر من مؤمن، إنما يصدر من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا، لكن هذا في الرياء الذي يصدر من بعض المؤمنين، وهو محبة الثناء ومحبة الظهور وإرادة الإنسان لعمله الدنيا، يعمل عملا صالحا ولا يريد به الأجر إنما يريد به طمع الدنيا، فهذا شرك أصغر خفي. قال صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة، شوف في هذه الأمة الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا لو حصل من الصحابة فهو شرك، ولكنهم رضي الله عنهم وبرؤون من ذلك، لكن يخاف لا يؤمن هذا على أحد، لأن حب الثناء وحب الظهور يغلب على الناس ولو كانوا مؤمنين يغلب عليهم، يهوى الثناء مقصر ومبرز، حب الثناء طبيعة الإنسان، فلا يحملك حب الثناء وحب الظهور، لا يحملك على الرياء في عبادتك، في صدقاتك، في صلواتك، في عباداتك، لا يحملك طمع الدنيا على أن تطلب العلم لغير الله، على أن تقوم بعمل صالح تريد به الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه، وما كان فيه شرك ولو أصغر فإن الله لا يقبله ويرده على صاحبه. ويقال للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ فواجب على العبد يخلص نيته وقصده لله عز وجل. وإذا طرأ عليه، لأن الإنسان بشر، إذا طرأ عليه طارئ الرياء أن يدفعه ويبادر بالإخلاص لله عز وجل، فإذا دفعه فإنه لا يضر. إذا كان عارضا ثم دفع فإنه لا يضر، أما إن استمر معه فإنه يفسد عليه العبادة التي خالطه. الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال، أما الشرك الأصغر فهو يبطل العمل الذي دخل فيه ولا يبطل بقية الأعمال الخالصة لله عز وجل. فواجب على كل مسلم ومسلمة أن يهتم بالتوحيد وبعقيدة التوحيد دراسة وتأملا ودعوة، ولا يمل من تعلم التوحيد لأجل أن يصون به عقيدته، ولأجل أن يحمي به دينه، ومن أجل أن يسلم به من العذاب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يمن علينا وعليكم بالتوبة من التقصير ومن وساوس الشيطان وحديث النفوس، وأن يجعلنا وإياكم من التائبين العابدين المتقين الملازمين لطاعة الله سبحانه، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والعاملين بطاعة الله في أنفسنا وفي بيوتنا ومع نسائنا وأولادنا ومع إخواننا المسلمين. جعلنا الله وإياكم صالحين مصلحين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لمعالي شيخنا هذا البيان، وجعله في ميزان حسناته ونفعنا جميعا به. معالي الشيخ، استاذنك في عرض بعض الاسئله ان كانت كثيره، لكن نبدا بما يتعلق بالموضوع. هذا السائل يقول: حديث 70,000، هل هؤلاء لم يحققوا التوحيد مع ما سواهم؟ وهذا الحديث على ظاهره، وأن ما سواهم لا يدخل الجنة إلا بعد عذاب وتمحيص، أرجو الإفادة وفقكم الله. نعم، وعلى ظاهر أن من حقق التوحيد أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأما من وحد الله لكنه حصل عنده نقص في توحيده لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر، فهذا معرض للعقوبة والعذاب، لكنه إن لم يعفو الله عنه لكنه لا يخلد في النار، يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وذلك بتوحيده، هذا بسبب التوحيد. نعم، صلى الله عليكم. وهذا السائل يسأل يقول: لفهم من كلامك حفظك الله تركيز على توحيد الألوهية، فهل معنى ذلك أن نترك توحيد الربوبية مع ما فيه من تعظيم لله عز وجل؟ يا أخي، ما قلنا اترك توحيد الربوبية، نقول هذا حاصل، توحيد الربوبية حاصل حتى عند الكفار والمشركين، لا أحد ينكره إلا مكابر، لكنه لا يكفي للدخول في الإسلام ولا ينجي من النار. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: يكثر قول توحيد الحاكمية على أسماء جماعة الإخوان وغيرهم، نريد منكم تعليقا على هذا القول فقط الله. هذا قول محدث. توحيد الحاكمية داخل فيه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية داخل، لأن تحكيم الشريعة إذا قصد به التقرب إلى الله صار عبادة، داخل في توحيد العبادة، فهو داخل في التوحيد، ولا وجه لإفراده، لا وجه لإفراده باسم مستقل. وربما أن من يقول هذا يريد الاقتصار عليه، ولا يريد النهي عن الشرك، ولا يريد النهي عن ما يضاد بالتوحيد. وتوحيد الحاكمية لا يكفي وحده، لا يكفي وحده، فلو أنه حكم الشريعة 100%، لكنه يشرك بالله ويدعو غير الله، لم ينفعه ذلك. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: قبل 4 سنوات مرضت زوجتي وذهبت بها إلى بعض القراء، وفي الأخير ذهبت بها إلى مشعوذين، ذكروا لي بعض الأشياء التي انطبقت على حالة زوجتي، وللأسف أني صدقتهم في ذلك الوقت، والحمد لله شفى الله زوجتي من المرض، وعرفت أني كنت على خطأ عظيم، وتبت إلى الله، واغتسلت وأتيت بالشهادتين، هل علي من كفارة؟ الحمد لله فعلت الواجب، تبت إلى الله واستغفرت لما علمت خطأك، والله يتوب على من تاب، ولكن نحذر إخواننا أن يذهبوا إلى المشعوذين والسحرة والكهان، حذرهم من ذلك لئلا يبيعوا دينهم بدنياهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، سواء أتاه ماشيا أو راكبا، أو أنه أتاه في سؤاله بواسطة الفضائيات أو وسائل الإعلام، وأخذ بقوله، هذا إجلال للكهان ولو ما ذهب إليه لنفسه، سؤاله لهم وأخذه بإجابتهم هذا إجلال لهم، وعليه الوعيد الشديد، عليه الوعيد الشديد. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد الإتيان، كيف إذا صدقه؟ نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول: ما هي الطريقة المثلى لتعليم التوحيد في المدارس وفي البيوت؟ الطريقة المثلى أن تدرس المقررات من الكتب المخصصة في عقيدة التوحيد، تدرس على الصفة المطلوبة، وتشرح للطلاب شرحاً كاملاً، هذه الطريقة المثلى، هذا إذا كنت في دراسة نظامية. أما إذا كنت في دراسة على المشايخ وفي المساجد فهذه أيضاً طريقة مثلى وصحيحة، المشايخ يوجهونك إلى الوجهة السليمة إن شاء الله. نعم. وفي البيوت ما فيها تدريس، البيوت إنما خصوصا الآن الحمد لله يمكن الاستماع إلى الدروس والمحاضرات والأشرطة في التوحيد، لكن هذا لا يكفي، هذا يفيد لكنه لا يكفي، ولا يكون تعلما للعقيدة، لا بد من السؤال والجواب، ولا بد من الحضور عند المدرس. نعم. يسأل وفقك الله عن الخوف من الشرك الأكبر، كيف يعترين في هذه البلاد وكيف الخلاص؟ هذه البلاد ليست معصومة، ودعاة الشرك الأكبر يتجولون، والآن صاروا يأتون إلى الناس في بيوتهم بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخطر شديد الآن، ولا يكافح هذا إلا تعلم التوحيد على الوجه الصحيح، تعلم الشرك
من أجل أن تحذره. ما يكفي أن تقول أن الشرك لا يجوز وأنت ما تعرف ما هو الشرك، لا بد أن تتعلم ما هو التوحيد وما هو الشرك من أجل أن تأخذ بالتوحيد وتتجنب الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل شراء القرآن ووضعه في المسجد يعتبر من الصدقة الجارية؟ نعم، يعتبر وقفا. إذا اشتريت مصاحف كتاب الله ووضعتها في المسجد أو وزعتها على إخوانك، هذا وقف، هذا وقف، هذا صدقة جارية، صدقة جارية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: وفقكم الله، هل تعزية الميت محددة بثلاثة أيام أم لا؟ نعم، ذكر الفقهاء أنها تحدد بثلاثة أيام، لأنه بعد الثلاث ينسى، فلا تذكره بالميت، في ثلاثة أيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت الدعوة للتوحيد تفرق الصفوف بين المسلمين، ما اجتمعت الصفوف، ما دام ما في توحيد ما في اجتماع، ما جمع الناس إلا عقيدة التوحيد التي جمعت بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وبين أبي بكر وعمر وعثمان وسادة قريش، جمعتهم إخوانا في الله عقيدة التوحيد. قبل ذلك كانوا متفرقين في عباداتهم، في معبوداتهم، متعالين، متخاصين، فلا يجمع الناس إلا التوحيد. التوحيد يجمع ولا يفرق. الذي يفرق هو الشرك والعقائد الباطلة، هذه اللي تفرق الناس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل معنى يسترقون في الحديث أي لا يطلبون أو يعالجون بالرقية غير الشرعية أم ماذا؟ لا، الرقية الشرعية، لكن لا يطلبون من غيرهم استغناء عن الناس، لأن يعني هذا مسألة، سؤالك للراقي هذه مسألة للمخلوق، كونك تستغني عنه ترقي نفسك أنت، هذا أحسن لك، هذا من باب ترك المكروه، لا هو محرم، لكن ترك المكروه وهو سؤال الناس. والكي مكروه لأنه تعذيب، يكرهه الرسول لأن فيه تعذيب النار، فإذا وجد علاج يغني عنه فإنه يكره، فهذا من ترك المكروه، ترك الاسترقاء وترك الكي من ترك المكروه احتياطا. وأما الذين لا يتطيرون هذا ترك للشرك، ترك للشرك، فهم جمعوا بين ترك المكروه وترك المحرم، تركوا المكروه وتركوا المحرم وتوكلوا على الله احتياطا لدينهم. نعم. أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة معالي الشيخ حول موقفنا تجاه إخواننا في سوريا وفي دماج من اليمن، وهو الموقف النبوي من هذه الأحداث؟ الموقف الدعاء لهم بالنصر والتأييد، الدعاء لهم ومناصحة من يقبل النصيحة، النصيحة الشرعية في مثل هذه المواقف، كيف يعمل المؤمن في هذه المواقف، الإصلاح إن استطعت الإصلاح، تعمل ما تستطيع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين تكثير التوحيد للذنوب وبين ترك الصلاة؟ تكثير التوحيد للذنوب الذي يحافظ على الصلاة، الذي يحافظ على الصلاة قد يصدر منه ذنوب يكفرها التوحيد، أما الذي لا يصلي هذا ليس بمسلم أصلا، هذا ليس على دين، فلا يكفره التوحيد لأنه ليس مسلم، ترك الصلاة متعمدا فهو كافر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هي أفضل شروح كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله؟ أفضلها وأقدمها تيسير العزيز الحميد، هو أصل الشروح، ثم تهذيبه فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، ثم الحواشي التي عليه حاشية الشيخ حمد بن عتيق إبطال التنديد، وحاشة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وشروح جاءت أيضا للمشايخ موجودة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما رأي سماحتكم في القول في التساهل في الشركيات اللفظية وقول بعضهم ننظر نياتهم وإنما الأعمال بالنيات؟ هذا من المغالطة، إنما الأعمال بالنيات وهي تلفظ بالألفاظ الشركية، إذن هذا تناقض. الأعمال بالنيات إذا أخلصها لله عز وجل، ومن ذلك أن يتجنب تلفظ بالألفاظ الشركية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: آمل توضيح الضابط في مسألة الأسماء لله عز وجل. الضابط أن تسمي الله بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. وهذا يردف سائل يقول: هل يسمى الله بما اشتق منها مثل الستار والقيام والرحام من الرحمن؟ لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله. لا نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، ولا نزيد من عندنا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يذكر عن جماعة التبليغ وحالها، لأن بعض من يحضر معنا قد ابتلوا بهم أو نحو ذلك، فما هو توجيهكم تجاه هذا المسألة؟ نقول: هذه البلاد ولله الحمد على عقيدة سليمة، على منهج مستقيم في عباداتها وفي عقيدتها وفي معاملاتها، لسنا بحاجة إلى استيراد مناهج من الخارج، دعوات من الخارج، لسنا بحاجة إلى هذا. هذا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم. علينا أن نتمسك بعقيدتنا وبمنهجنا، وندعو إلى الله من يقبل الدعوة، ومن أعرض فأمره إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز عقد اجتماعات مختلطة بين أعضاء مدرسات من كلية البنات وأعضاء مدرسين من رجال للتحاور واختيار الاختبارات؟ لا يجوز هذا، لا يجوز، إلا أن النساء تكون مع النساء والرجال مع الرجال. والآن بالإمكان بواسطة الوسائل الحديثة تكون النساء على حدة ومن وراء حجاب، ويكون الرجال على حدة ويتحاورون بالوسيلة التي تنقل كلام هؤلاء إلى هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول السائل: لقد سمعنا من أحد الأشخاص عندما أردنا أن نقرأ من كتاب التوحيد قال: ليس هنالك حاجة أن نقرأه، فلنقرأ غيره، لأننا كلنا موحدون وكلنا مسلمون. هذا الذي قلنا في المحاضرة: لا يتهاون بالتوحيد ويقال كلنا مسلمون كلنا موحدون. تسأل هذا الذي يقول هذه المقالة: ما هو التوحيد؟ سوف لا يجيبك لأنه لا يعرفه. تسأله: ما هو الشرك؟ سوف لا يجيبك لأنه لا يعرفه. وهو يقول: نحن نعرف التوحيد. اسأله. بارك الله فيك، الله يجزاك خير، أدام تعرف التوحيد بيّن لي ما هو التوحيد، بيّن لي ما هي مكملاته الواجبة والمستحبة، بيّن لي ما هي مخالفات ومناقضات التوحيد، بيّن لي هذه الأمور. فإذا بيّنت ذلك فأنت صادق فيما قلت. نعم. وحتى لو عرفت التوحيد وعرفت الشرك ما يكفي أنك تسكت، بل لا بد أن تبين، لا بد أن توضح للناس، لا بد أن تدعو إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله واجبة في كل وقت وفي كل زمان. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول السائل: ما رأيكم في من يقول أن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، ويحتج على ذلك أن القرآن لم يناديهم بالكفر ولكن بأصحاب أو أهل الكتاب؟ ناداهم بأهل الكتاب من أجل توبيخهم، من أجل توبيخهم وإقامة الحجة عليهم، لأنهم أهل الكتاب ويجدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بينهم، ولم يؤمنوا بمحمد، ويجدون أن عيسى عبد الله ورسوله
وهم يقولون عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، والذين من اليهود يقولون عزير ابن الله، والذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين يقولون يد الله مغلولة من اليهود، كيف يكون هؤلاء المسلمون؟ ثم لو كانوا سالمين من هذه المقالات وهذه العقائد قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لما بعث محمد لم يؤمنوا به صاروا كفارا، لأن الله أوجب على البشرية كلها بما فيهم اليهود والنصارى أن يؤمنوا بهذا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين آمنوا به، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أما لم يكن كذلك فإنه كافر وليس من المفلحين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز صرف الزكاة في الأوقاف الدعوية وحفر الآبار وكفاءة الأيتام؟ لا، الزكاة حدد الله مصاريفها. الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وأما المصالح الأخرى بناء المساجد والمدارس المرافق الخيرية هذه لا تمول من الزكاة، تمول من التبرعات من الصدقات المستحبة. نعم، الشيء له موضع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم أخذ الأجرة على القرآن للتعليم ورفع طلب في ذلك إلى الجهات المسؤولة؟ أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائزة خصوصاً إذا احتاج إلى ذلك، وإن استغنى وتعفف واحتسب الأجر فهو قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله، فأخذ الأجرة على تعليم القرآن لا بأس بها، وعلى الرقية لا بأس بها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يزكى في الحلي المستعمل؟ الذي عليه الجمهور وعليه الفتوى الآن أنه لا زكاة فيه، الحلي الذي يستعمل ويقصد للزينة هذا لا زكاة فيه، إنما الزكاة في الحلي التجاري الذي يتخذ للتجارة بالبيع والشراء فيه. نعم. صلى الله عليكم. وهذا السائل يقول: كيف نقدر الزكاة في الأوراق النقدية؟ هل تقدر بالذهب أم بالفضة؟ تقدر بالفضة لأنها نائبة عن الفضة، تقدر بالفضة. 56 ريال فضة سعودي صرفها من الورق هو النصاب، صرفها من الورق هو النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ماذا تفيد الواو هنا؟ أرجو التوضيح. العفو، يعني يخشى الذئب على غنمه أن يعتدي عليها، لأن هذا خوف طبيعي، خوف من الذئب هذا خوف طبيعي، وما خوف من الله هو عبادة، خوف عبادة. نعم. يقول السائل وفقكم الله: هناك رجل حج هذا العام مع ابنته، وبعد العمرة توفي ورجعت البنت إلى أهلها ولم تكمل الحج، كان رجوعها قبل الإحرام بالحج، فما هو العمل؟ ما دامت ما أحرمت الحمد لله ليس عليها شيء. نعم. يقول السائل: هل يجوز التبرع للوالد بالكلية إذا معه فشل كلوي؟ إذا كان لا يضره ذلك قرر الأطباء أن انتزاع الكلية منه لا يضره فلا بأس أن يتبرع بها لوالده ولغيره. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم شراء القرض العقاري لبناء منزل علما بأني لا أملك منزل؟ لا، قدم على البنك
طلب القرض، وأما أنك تشتري قرضا خرج لغيرك فلا يجوز هذا، وهذا يخالف النظام أيضا، هو بيع شراء بيع دراهم بدراهم هذا لا يجوز، وأيضا هو بيع شيء لا يملكه من خرج باسمه حتى يقبضه، ما بعد ملكه حتى يبيعه، ولا يجوز هذا من عدة وجوه، مخالف للنظام أيضا. نعم، قدم مثل الناس تحصل على قرض. نعم، صلى الله عليكم. هذا يسأل عن الجمع، أي الجمعة يجمع إليها العصر، لا كان مساء، لا يجوز هذا ولا ورد هذا ولا دليل عليه، والعصر ليست من جنس الظهر، لا تجمع، العصر ليست من جنس الجمعة، لا تجمع إليه. نعم، استوفقكم الله عن الطريقة أو النجاة وكيفية النجاة من الشرك الخفي. إن يستعيذ بالله من الشيطان، وإذا عرض له يبادر برفضه وتركه وإخلاص العمل لله عز وجل. نعم، صلى الله عليكم. يقول السائل: هل تأليف الكتب الغير شرعية العلمية تصير من الصدقة الجارية؟ تأثر فيها نفع للمسلمين، يؤجر عليها، إذا كان ينتفع بها المسلمون فهي من الصدقة الجارية، صار فيها نفع مباح فهي من الصدقة الجارية. ويقول السائل: ما حكم صلاة الشفع والوتر بسلام واحد؟ يجوز هذا، لكن لا تشبه للمغرب، لا يجلس بالتشهد الأول فيها، إنما يسردها ثلاثا وسلم في آخره. ويقول وفقكم الله: هل ورد حديث في صلاة العصر القبلية 4 ركعات بتسليمة واحدة؟ لا، ما ورد، ولكن الفقهاء يقولون إن الحديث صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أن صلاة النهار ليست كذلك، يجوز أن يجمع 4 تسليم واحد، ولكن فيه رواية في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، كونه يفصل بينهما بسلام هذا أفضل. نعم، صلى الله عليكم. وهذا يقول: هناك من يقول أن الكفر لا يقع من العبد بمجرد الفعل والقول، بل لا بد من اعتقاد. هذا كلام المرجئة، هذا كلام المرجئة، نحن نحكم على الظاهر، لو أخذنا بهذا القول ما حكمنا على أحد ولا تعرضنا لأحد ولا جاهدنا في سبيل الله، ما ندري عن قلوبه، نحن نحكم يا أخي على الظاهر، والله لم يكلفنا بما في القلوب، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. ويكثر الكلام أو السؤال حول خروج المهدي مع هذه الفتن، توجيهكم معي يا شيخ. هذا من شأن الله، ليس من شأننا خروج المهدي، نؤمن به، نعتقده أنه سيخرج، لكن تحديد وقت خروجه أو تحديد الشخص الذي هو المهدي هذا لا ليس إلينا. نعم، صلى الله عليكم. وهذا السائل يقول: ما هي الأمور التي تعين على الصبر على البلاء؟ الأمور التي تعين على الصبر على البلاء. العلم النافع يعين على الصبر، هو العلم النافع الذي يحملك على الصبر على الشدائد والشكر عند الرخاء، لا يكون هذا إلا بالعلم النافع. نعم، صلى الله عليكم. وهذا يسأل عن بيع الفيزا تأشيرة العامل. هذه لها نظام عند الدولة، يخالف النظام لا يجوز، أن فيه معصية لولي الأمر ولقوله صلى الله عليه وسلم.